هو باب الدخول إلى حضرته سبحانه وتعالى، وهو قائم فينا وروحه لا زالت قائمة فينا، وكيف لا ونحن يعني في كل صلاة وعند كل تشهد نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاف الخطاب، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته، وكاف الخطاب لا تقال إلا لحاضر، وسبحان الله وتأدب الحبيب الأعظم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة إلى ما قاله في حق نفسي هذا النبي المتواضع، أدبني ربي فأحسن تأديبي، لابد أن يرد علينا السلام أينما كنا، لأن روحه لا تعرف بعد المكان ولا مؤثرة. ولهذا دائما أنصح شبيبتنا سالك، يقول له أكسروا من قراءة السيرة النبوية، وأكسروا من التأمل في الشمائل والخصائص، لأن هذا النبي بشر، ولكن لا كالبشر، بل هو كالياقوت بين الحجر كما قال القائل. ولهذا أنا أحببت المرحوم الشيخ عبد الحليم محمود الذي كان شيخ الأزهر وكان من كبار الصوفية العلماء، قال إنه لا يحب أن يسمع من يقول اجتهاد رسول الله في الأحكام، اجتهاد إيه؟ ولا يحب من يقرأ قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم فيتباطؤ، لا، أسرع فقل يوحى إلي، ليعرف أن الفرق بينه بهذا الوحي وبتفضيل الله إياه، هو بشر بشر، ولكن يعني لقد جاءكم رسول من أنفسكم بشر مثله، ولكن يوحى إليه فهو النبي المختار المعصوم الذي به إن شاء الله تعالى سوف تصلح الأمور كلها كما صلحت من قبله، لأن رسالته خالدة، وهو علمنا أن البر لا يبلى، أن البر لا يبلى، وهو إذن كلمة الفرنسيين لا وجود لها في الإسلام، كيلكو شوز ديمودي أبدا، دائما على موضة وعلى الاستمرارية، وأشبه بعبارة عند الصوفية الآن الدائم، هذا الآن مستمر دائما حاضر، لأنه عبد الله ورسوله، فالعبوديته أكمل العابدين في عبادته وعبوديته وعبودته، ولكنه سيظل النبي المختار الخاتم الذي كان أهله من أعرف الناس به في حضر الإمكان هذه أم المؤمنين ضاعت يعني إبرة لها قبيل الغروب، فالجو معتم، قال فلما أقبل رسول الله لمعت الإبرة، حتى أن نوره الباطني يصبح نورا ربانيا، هو قدم النور، قال لها كوني محمدا، ويكفي أنه رسول الله، نعم كله نور. نعم دكتور محمود إبراهيم جوب، نتحدث عن يعني مدى فضل الصلاة على الحبيب الأعظم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظرا لفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا وعلى الأمة الإسلامية وعلى العالمين بصفة عامة. في الآية الكريمة والله يعصمك من الناس، نعم، هذه الآية تؤكد فعلا بأن هذه العصمة قائمة إلى أن تقوم الساعة ما دامت روحه قائمة فينا، ونحن نعيش أحداثا، يعني هناك من حاول النيل من شخصية، أقول حاول ولم ينل، هناك من حاول النيل من شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الآية تفحم الجميع، كذلك والآية جاءت دون أن أقاطعك، نعم، جاءت بعد الأمر بالتبليغ العام، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إن لم تفعل قال المفسرون تقديرا بعيدا، لأنه مستحيل أن لا يفعل، فما بلغت رسالته، إذن هو مكلف بأن يبلغ العالمين، ومنهم فضمن له العصمة في الأداء والعصمة في سلامة البدن والكيان حتى يؤدي رسالة، والله يعصمك من الناس، من كل الناس، وعصمه حتى أن القورس هذا الشقي وجده يستريح بعد عناء في شبه خلاء تحت الشجرة، عيناه تنامان وقلبه يقظان، فتسلل إلى سيفه عليه الصلاة والسلام وقال له من يحميك، فاستيقظ، من يحميك مني يا محمد، قال الله، فاضطرب المسكين الجبان وسقط سيفه، فامتشقه رسول الله وهو أوتي قوة 60 شابا، قال له ومن يحميك مني، فإذا يقول سامحني وفر هاربا، هذا عين الرحمة ربانية، نحن إذا سمعنا من ينال منه
فالعيب في من يحاول لا في عين الرحمة الربانية. هو بنفسه علمنا كيف يجب أن يكون رد فعلنا. قال: عجبا لقريش، تقول عجبا لقريش تصب مذمما وأنا محمد. لا إله إلا حتى اسمه مدح. ولهذا القريش الذين فهموا لغتهم تضايق من كلمة محمد، لأنه محمود زيادة، لأنه محمد بالتفعيل، فقالوا مذمما قلينا ودينه أبينا. فهو لم يتكدر، قال عجبا لقريش يذمون مسمما وأنا محمد. إذن يعني الجوهر النقي لا يؤذيه قطر وقتام وتراب، تنفض التراب ويبقى الجوهر جوهرا. وكم من جبال قد على شرفاتها رجال فبادوا والجبال جبال. هذا الجوهر، هذا النبي الذي تبين الآن بعد بحوث علمية وتاريخية بأن كل كلمة فاه بها وصحت عنه جاءت صحيحة ولن يناقضها لا علم حديث ولا بحوث حديثة. نعم. هذا الذي تطيعه فتطمئن. ما علينا إلا أن نبذل أقصى الجهد لفهم ما أتى به. الله حفظ القرآن فلم ينقص منه حرف ولا شكلة، والسنة خدمها العلماء فجاءتنا، حتى الذين تلاعبوا نقيت السنة من تلاعباتهم. فالخير موفور مضمون، بحيث أننا يعني فلم يبقى كما قال الشاعر إلا أن تجاب البلاقع، نربي الشبيبة بنين وبنات، نملأ الأندية بكون الخير ولا نتأثر بهؤلاء. أنا كنت في دنمارك محل كاريكاتورات، في 4 جلسات عملتها مع المسلمين ومع بعضهم من غيرهم، يعني ما وجدت أحدا يعني ينكر ما أقول شيء. أنا قلت له هذه سيرة رسول الله 13 عاما في مكة و10 أعوام في المدينة مكشوف، حتى أن الصحابة عدوا كم شعرات بيضاء في لحيته ذات يوم، ما عنده حياة خاصة. يعني عرفنا حتى الدعوات التي يدعوها مع أهله على سريره، إذا مكشوف. انظروا، ليس في نقص. ونحن مسلمين قلتم فيهم عنف وكذا ورسمتم، أي عنف هذا الذي ينسب إلى إنسان بقي 13 عاما يضطهد ويسب وهو لا يأتي إلا ببرهان وبخلق، حتى أرادوا قتله فأمر بالهجرة وتوبع ليلحقوا به فنجاه الله، أرادوا أن يرسل المدينة فأذن له، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذه حياتنا، ولكن أبوا إلا أن يلصقوا بنا. ونحن في السنغال عند المس يقول السوء يسكن مصدره لا مقصده. أكيد. نعم سيدنا الشيخ، تحدثتم عن عبد الحليم محمود، هذا رجل صوفي ونسبة إلى التصوف. طبيعة الحال هناك طرق كثيرة للتصوف، هي طرق تربية وطرق سلوك، وكل من رسول الله ملتمس. بطبيعة الحال كل طريق صوفي فيها ولي، يعني هو الذي نشر يعني هذه الطريقة الصوفية، وهناك ورد خاص، وكل ورد إلا فيه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمها الإنسان. فكيف يمكن نبين بأن هذا الولي الصالح ما هو إلا مرسول ومأذون من قبل يعني الحبيب العظيم؟ لا هو شوف، نحن في مبدأ كمبدأ عام نعتقد أن أول دائرة من دوائر الولاية هي دائرة الإيمان بالله الصادق. نعم. الله ولي الذين آمنوا، ولكن ككل مجموعة فيها مراتب، حتى الأنبياء والرسل والله يعني فضل بعضهم على بعض، حتى في رزق الله فضل بعضنا على بعض. إذن هؤلاء الناس الذين آمنوا وعملوا الصالحات ووالوا ربهم واقتدوا برسول الله وامتلأوا من أنواره، أرادوا بتوفيق من الله أن يسهلوا على المؤمن الذي يتابعهم في الحق الاستمرار على هذه النوافل، كل هذه الأذكار، كل هذه الصلوات، كل هذه الطرق في دائرة النوافل، نوافل الخير. لكن نوافل الخير مهمة، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عند قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. أين الذين يتكلمون بالظلمات؟ هذا الدين مبتسم رحمة، وإن هاجمونا أرجو أن لا نتردد في أن نلتزم السكينة والوقار، يعني لا بد من صنعاء وإن طال السفر. أوروبا تقدمت ولكن الروح أفلست، ورأيت العمالقة من المفكرين يسلمون. لا تتعجل، نحن نؤمن بأن الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله، لا قتالا ضدهم بالعنف، لا، لأن الحجة قائمة، وكل امرئ في شيء إنما يطلب مصلحة نفسه، فلو تبين أن المصلحة في شيء آخر فإن هؤلاء سينتقلون. يعني ليس عندنا شك في ديننا، بل عندنا يقين بأنه موئل العالمين، بس طريقنا ما دام تكالب الناس علينا لكي يستفزونا يجب أن نستمر نحن في السكينة والوقار. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، نعم. إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما سلاما. نعلم، نطبق، نصبر، نعمل، نستخدم الوسائل وهي موفورة اليوم. زعموا أن الإسلام دين يناقض العلم، ما يزعم من هذا؟ كتاب تنزل وفيه اقرأ باسم ربك، وفيه طلب العلم إلى النهاية، وفوق كل ذي علم عليم، أي أعلم. ونبيه سيد الأنبياء يوجه إلى طلب الاستزادة من العلم، وقل رب زدني علما، علما بصيغة النكرة، علما، علما يعني بمشيئتك. فكان منه ما كان. إلى الآن المنهج في الإسلام، المنهج في الإسلام، المنهج في الإسلام، والقراءة باسم رب العالمين قراءة معصومة. فإذا ابتعدنا عن هذا الخط نحن الذين سببنا لأنفسنا المشاكل. فأنا أرى أن هذا القرن قرن الإسلام، الحمد لله. فليقل من شاء ما شاء، ولكن إذا سدت أبواب التفاهم ورأيت القوى الكبيرة تتصارع في أشياء تافهة، المسلمون يجب أن يظلوا مطمئنين. نؤمن بالله ربا وإلها والحمد في الأولى والآخرة، ندرع بمفاتيح شخصية المسلم، إيمان بالله وعبادة كما أراد الله وأخلاق تفيض نستفيد ويستفيد الناس. أنا رأيت أحد العارفين يقول إن الصلاة على النبي ضمان للإقليم الذي تقرأ فيه. سبحان الله، إقليم، إقليم ككل، من تقرأ في كل مكان. لأنك لو أشعلت الآن بخورا طيبا شئت أم أبيت سنستنشق جميعا، كذلك رحمة الله. ولهذا قالوا إن جار الخير ينفع في الدنيا والآخرة، ما في شك الخير موجود، فأين يذهب الناس؟ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الحبيب الشفيع، جزاكم الله عنا خيرا سماحة الدكتور الشيخ إبراهيم محمود شوب، الأمين العام لمنظمة رابطة علماء المغرب والسنغال، عضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي مكة المكرمة، والداعي الإسلامي الكبير الذي يتحدث بنور رباني وبفتح يعني وبإلهام من لما لا نقول حبيب الأعظم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا وأنتم تؤكدون رسالته وتحملونها على عاتقكم. جزاكم الله عنا خيرا وعن هذا الدين الإسلامي كذلك خيرا، وبارك لكم في عمركم في عمركم، وزادكم صحة ومددا حتى نستفيد من يعني دعوتكم إن شاء الله للمزيد من محبة هذا الدين وكذلك الارتباط بهذه الدعوة المحمدية. وجزى الله المغرب ملكا وحكومة وشعبا خيرا. إذن أحبابي المشاهدين الكرام، بعدما امتلأت قلوبنا بالأنوار بذكر حبيبنا المحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبذكر فضل الصلاة عليه بحيث أنها تعتبر من أكبر القربات إلى الله سبحانه وتعالى التي من شأنها أن ترقي هذا العبد المؤمن ليصل إلى لما لا جنة الفردوس، يعني صحبة الحبيب الأعظم سيدنا محمد.